خلصت اول واحده ممكن انام شويه. تنامي ليه؟ انت بقالك 3 ساعات بس بتذاكري، كملي مذاكره. حاضر. جه لاخر زمن. ماما انت بتعملي ايه بموبايلي؟ انت فاكره ان انا هسيب لك الموبايل ولا ايه؟ انت ثانويه عامه، انت اتجننتي؟ مش هعمل بيه حاجه، بس انا مش طول الوقت هذاكر. انا قلت لا. ماما انا راجعه من 3 دروس وتعبانه، نفسيتي وحشه قوي ونفسيتي تعبت، كل يوم مذاكره مذاكره ودروس. انا عايزه يوم واحد بس اخرج فيه، ساعتين بس اعمل فيهم اي حاجه غير المذاكره. كفايه دلع بقى. هو انت مسميه اللي انت بتعمليه ده اصلا مذاكره؟ كل ولاد عماتك دكاتره ومهندسين وجايبين في 90 و99، وانت شكلك هتسقطي وتعرينا. ماشي يا ماما. انت قاعده بتعملي ايه؟ خلصت مذاكره. والله طب هات اسمع عليك بقى. يلا سمعي لي اول صفحه. انا عارفه بس فاشله. احنا خارجين، تعالي معانا. لا روحوا انتوا، انا هروح اذاكر. هو انت شكلك خاسس كده ليه؟ مش بلحق اكل عشان كده خسيت، طول النهار مذاكره. انت فاشله وبتدلعي، ياكش الفلوس اللي بندفعها تيجي بفايده. شكلها مش تعبان زي القرده اهي، هي بتهرب من المذاكره بس. وزارة الصحة والسكان في سنة 2018 عملوا دراسة اكتشفوا فيها ان طلاب الثانوية العامة بيعانوا من امراض ومشاكل نفسية كتير جدا، وعندهم قلق وتوتر وعدم ثقة بالنفس. معظمهم عنده اكتئاب، و20% منهم انتحروا، و10% جربوا التدخين. صحة ولادنا اهم.